يعطيك العافية محمد وحياكم الله مشاهدينا الكرام. وفعلا من هنا من مشعر منى والتواجد مع حجاج بيت الله الحرام، يمكن خلال الساعات الماضية احنا كنا متواجدين مع حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى ونشوف القصص ويعني الانطباعات التي يخوضها حجاج بيت الله الحرام في هذه الأماكن المقدسة، وعن الأمنيات التي يتمنونها، وكيف أن كثير منهم وصل إلى هذه الأماكن المقدسة وهو في فرحة عارمة وفرحة يعني مميزة لجميع من يقصد بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة. بناخذ أكثر تفاصيل وبناخذ يعني مع حجاج بيت الله الحرام ونعرف عن انطباعاتهم وتواجدهم في هذه المشاعر المقدسة. في البداية أول شيء الله يتقبل منك بإذن الله، خليني أتعرف عليك. عبد العزيز الظفيري، حياك الله. يحيي ما شاء الله في مشعر منى الآن، وخلال الساعات القادمة بإذن الله حينتقل جميع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفة للبقاء فيه. نتكلم اليوم عن الحج، أول مرة لك ولا سبق لك الحج؟ لا أول مرة، والحمد لله الأمور ميسرة ومقننة ومرتبة بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ما قصر للأمانة، كل شيء متوفر. الحجاج أكيد لهم قصص، لهم يعني طباعات، لهم رسائل يحب يوجهها للأهل في البيت، من حاب توصل له رسالة، إيش حاب تقول؟ والله عسى الله يتقبلها إن شاء الله مننا حجتنا، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. والله نسلم على الأهل كلهم، عسى الله أن نعودهم عليهم بخير وصحة وسلامة، والحمد لله الحملات منتظمة، وبالعكس الحملات مبسطة جدا والإجراءات سهلة، يعني بالعكس تحج بيسر ولا فيها خوف ولا شيء، والإجراءات ميسرة كتنظيم كإدارة ما شاء الله على قدم وساق. العافية إن شاء الله، لا يتقبل حجك بإذن الله. آمين، مشكورين. شكرا لك. أيضا معنا أحد الحجاج نتعرف عليه ونشوف يعني اليوم، يعطيك العافية. أتعرف عليك. حمدي سيد مصطفى. حياك الله. من وين؟ من مصر. من مصر. اليوم ما شاء الله نجاي من مصر للمشاعر المقدسة. في البداية لا تقبل إن شاء الله حجكم. نتكلم يعني من حاب توصل له رسالة في مصر وفي السعودية. والله أنا بشكر حسن التنظيم صراحة من ساعة التقديم وإجراء القرعة والتنظيم الحملة من الدمام للمنى، كان صراحة شيء رائع صراحة في التنظيم صراحة، ويعني نشكر كل واحد قام بمجهوده خارق في التنظيم اللي كمل الهائل ده من الحجاج. ربنا يتقبل من الجميع. انت قلت لي طبعا يعني في الدول العربيه يكون في قرعه ويختار مين يوصل، انت لما جاتك القرعه هذه اعطني وش حبيت تقول؟ انا والله كل سنه بقدم على القرعه، والسنه دي اول مره تجيلي صراحه، وكنت سعيد جدا جدا، يعني مناسبه عظيمه جدا للمسلمين، ويعني حاجه فوق الوصف صراحه. الواحد مش قادر يعبر عن مشاعره ومش لاقي الكلمات اللي تفي المشاعر اللي جوه الانسان. احنا بس نتقبل بس دعاء ربنا يتقبل منا ويكون حج مغفور وذنب مغفور ان شاء الله. امين. مصر، وجه رساله لمصر واللي تحبهم في مصر. والله بشكر اهلي كلهم في مصر، واقول يا ربنا يكرمه ان شاء الله ويديم الخير على كل الدول الاسلاميه ان شاء الله جميعا ان شاء الله. الله يتقبل منك. اللهم امين. رب العالمين. مشاهدينا الكرام، يمكن الانطباعات ويعني تواجد الحجاج في المشاعر المقدسه يعني الكثير، يعني زي ما تطرق الحاج الله يتقبل منه ان شاء الله انه انتظر هذه القرعه، وما شاء الله جات السنه هذه، الله يتقبل منه ان شاء الله، ولجميع حجاج بيت الله الحرام ان يصلون لهذه المشاعر واداء مناسك الحج. محمد، خلني اعود لك في الاستديو لاستكمال البرنامج، تفضل الكلمه لك.